الحادثات صار والحالة الاقتصادية منتهورة لكثير من الناس، والوضع اللي بتمر به البلاد يسبب ان الناس يعجز انه يتابع كاس العالم والاشتراك في بي ان سبورت، فما في الا هذا الحل. احنا جينا احنا والاصحاب على اساس ان احنا نشاهد المباريات، ولكن احنا كنا نتمنى احنا نشاهدها في البيوت، لكن الامكانيات يعني بسيطه ماشي مع الامكانيات اللازمه عشان نشاهدها، فاضطرينا ان احنا نجي هنا على اساس نجتمع احنا والاصحاب ونشاهد المباراه.